والعمل الصالح مفتاح من مفاتيح الخيرات، أرزاق من أولاد، من بركة في العمر، من صحة، من أملاك. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. فهذه الآية تبين أن الإنسان إذا اتقى الله، أن الإنسان يعني بعد الإيمان إذا اتقى الله سبحانه وتعالى، هذا الإنسان تفتح عليه بركات. لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، وهذه يعني كلمة بركات يعني عامة، في الصحة، في ممكن تكون في الأولاد، ممكن تكون في الأراضي، ممكن أن تكون كل ما يمكن أن يسمى خيرا، والعكس أيضا. ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. فإذا التكذيب، الكفر، أو أن المعاصي جالبة للشرور والمصائب والعياذ بالله.